وبالعودة إلى آخر التطورات في التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الأخير، معنا من القدس مراسلنا فراس لطفي. فراس، ما هي الخسائر التي نتجت عن الصواريخ التي سقطت في بعض البلدات الإسرائيلية والمستوطنات في غلاف قطاع غزة، وإن كان هنالك أي تطورات أخرى لافتة في المواقف أيضا؟ أن ربما التطور اللافت الأبرز كان اليوم هو إطلاق الصواريخ على منطقة القدس، وكان واضحا بأن مستوطنات جنوب القدس كانت قد دوت فيها صافرات الإنذار. هذا تطور كبير حدا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي مستمرون، وخلفه إلى جانبه رئيس الموساد ووزير الدفاع جالانت، وهذا كانت يعني لربما رسالة قوية. وتجدد القصف بعد ذلك على قطاع غزة، وكانت هناك محاولة لاغتيال أحد قادة الجهاد الإسلامي. هذه المحاولة لربما أبعدت خطوات إلى الخلف جهود الوساطة لإرساء تهدئة ووقف لإطلاق النار. ارتفع عدد من قتلوا في الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال 3 أيام الماضية إلى 33 اليوم مع استهداف منزل. التطور الآخر اللافت لربما هي قضية استهداف منازل. يقول الفلسطينيون أن إذا تم استهداف المنازل حركات الفصائل الفلسطينية منازل المواطنين الفلسطينيين، وكلما زاد وامتد أمد طيب الحرب. فراس، ربما سنعود إليك في مداخلات لاحقة لرداءة الصوت من المصدر، سنحاول أن نعود لك في سياق نشراتنا اللاحقة وقوفا على كل التطورات اللافتة في مشهد التصعيد هذا. شكرا جزيلا لك فراس لطفي.